مشاهدينا ومتابعي موقع جريده اهل مصر في كل مكان، اهلا بيكم. معكم عنايه عبد الحليم مراسله اهل مصر من كفر الشيخ. يعني احنا النهارده موجودين هنا في مدرسه الامل الصم والبكم بقريه منيه جناج تبع لمركز دسوق. يعني مبادره الخير بمركز دسوق بتنظم اليوم افطار جماعي للطلاب من الصم والبكم وذويهم هنا في يوم 15 رمضان. هنا زي ما ظهر لحضراتكم التجهيزات الان قبل الافطار. يعني دلوقتي هيبقى معانا استاذة سماح، يعني احدى يعني مسؤولة في الجمعية في المبادرة. عفوا هتكلمنا اكتر عن اليوم النهاردة وانت حضرتك معانا. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. يعني حضرتك تكلمينا عن تفاصيل اليوم النهاردة في الدكتور برضه جاتلكم ازاي وهكذا. والله مبادرة الخير دايما سباقة بكل خير. طبعا اولادنا مدرسة الامل حبايبنا ودايما احنا معاهم في كل المناسبات، وكنا وعدينهم ان احنا هنفطر معاهم وفعلا الحمد لله ربنا وفقنا. والنهاردة افطار جماعي لكل الطلبة واولياء امورهم والعاملين في المدرسة واعضاء مبادرة الخير. دي اول مرة تعملوها هنا؟ اول مرة افطار، لكن حضرنا قبل كده هنا مدرسة الامل استاذ عزة الزمر ومبادرة الخير، عملنا احتفال هنا مع الاولاد وكنا وعدناهم بموضوع الافطار ده، والحمد لله ربنا وفقنا ووفينا بوعدنا معاهم. شايفه في اعمار مختلفه سواء كبار في السن او اطفال برضو صغيرين. في فريق العمل المعاون معانا في مبادره الخير، اولادنا معانا وبعض الزملاء لينا والداعمين للخير معانا كمان هنا من المدرسه، كل الطلبه طبعا اولياء امورهم والعاملين في المدرسه. شكرا. كل سنه وحضرتك طيب. احنا معانا برضو دلوقتي الاستاذ سعيد هنا مدير المدرسه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه كده حضرتك برضو اتكلمنا عن تفاصيل اليوم النهارده والتجهيزات استعدته اليوم ازاي لليوم وهكذا. احنا الاول بنشكر مبادره خير على المساهمه الجميله اللي هم عملوها افطار جماعي في مدرسه الامل الصم. دي مش اول مساهمات لهم، ده هم ساهموا قبل كده في حفل لمبادره خير في المدرسه لاولادنا اولاد الصم، وقبل كده خد اولادنا برضو في دسوق وعملوا لهم نزهه ترفيهيه جميله جدا لاولاد انبسطوا بيهم للابتدائي. اما بالنسبه النهارده عملوا الدعوه لاولياء الامور والاولاد، يعني مش الاسره كامله، بحيث ان هم يبقوا مجتمعين مع اولادهم وتبقى يوم لاول مره يتعمل في مدرسه امل من الجناء. فانا بشكر كل العاملين في مدرسة، كل العاملين في مبادرة خير، وبشكر أسرة المدرسة كاملا على تعاونهم معايا وفوقهم. يعني دكتورة لحاب رشاد مدير إدارة التربية الخاصة، والأستاذ خالد وجميع إدارة التربية الخاصة. يعني حضرتك تكلمنا عن رد فعل الطلاب الطلاب فرحين باليوم جدا 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 ومرحبين، وده حضرتك تشوفيه على وجوههم كلك. يعني مشاهدينا ومتابعي موقع جريده اهل مصر، احنا لسه مع حضراتكم هنا بنرصد لحضراتكم التجهيزات للافطار اللي بيتم تجهيزه الان للطلاب من الصم والبكم هنا في مدرسه الامل الصم واضعاف السمع هنا بقريه منيه جناج. زي ما ظهر لحضراتكم التجهيزات الان قبل الافطار. اهلا بحضرتك معانا يا استاذه. اهلا بيك يا استاذه عناء. حضرتك طيبه وانت طيبه بالصحه والسلامه يا رب. يعني لو حضرتك تكلمينا بقى عن تجهيزات اليوم النهارده برضو، مين اللي مشارك معاكم النهارده في المبادره وهكذا؟ احنا المبادره طبعا اي حد بيحب يشارك معانا في الخير بيشارك، دايما فاتحين الباب لاي حد يشارك معانا. احنا وعدينهم باليوم ده ممكن من 5 شهور كده، قلنا لهم ان احنا هنفطر معاكم في رمضان ان شاء الله يوم، ووعدنا فعلا يعني وعدناهم ووفينا الحمد لله. وانت زي ما انت شايفه الناس كلها فرحانه ومبسوطه والحمد لله، ربنا يا رب يديمها. ناويين ان شاء الله تكرروا الموضوع ده مره ثانيه ان شاء الله. ربنا يقدرنا يا رب ويقدر اهل الخير كده، لان ده كله بفضل اهل الخير برضو، مش انا لوحدي، اهل الخير اللي معايا في المبادره هم السبب في كل ده. انا شايفه اعمار مختلفه معاكم النهارده سواء كبار في السن او اطفال. معانا ومعانا كمان اختي وحبيبتي مسيحيه، وقالت لي انا حابه ان انا اشارك في افطار زي ده هي وبناتها، وما شاء الله يعني هي مبسوطه جدا اصلا بالاجواء كمان.
يعني حضرتك برضه تكلمينا عن التجهيزات الافطار النهارده، يعني تكلمينا عن المكونات مثلا. احنا عملنا صواني مكرونه بشاميل، عملنا ممبار، عملنا جميع انواع المحاشي، عاملين كفته، عاملين بانيه، حلويات، عصاير، مجهزينها في البيت. اكل بيتي طبعا، ومش جايبين وجبات عشان الولاد يحسوا ان هم معانا الوجبه دي، يعني هو ياكل وجبته ويقوم. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الاكل كله يبقى مع بعضه واحد عشان يحسوا ان احنا كلنا اسره واحده. يعني شايفه من ساعه ما جيت ما شاء الله يعني اجواء اسريه، الكل هنا اسره. احنا اسره واحده فعلا. انت منورانا الاول، وجزاك الله خير على وجودك معانا. يعني خليكي يا حبيبتي. يعني مشاهدينا ومتابعينا معكم جريدة أهل مصر، احنا وحضراتكم هنا بنرصد التجهيزات الأخيرة قبل الإفطار اللي بتنفذه الآن وتنظمه مبادرة الخير بدسوق هنا في مدرسة الأملية الصم والبكم هنا في قرية منية جناج. يعني تجهيزات الآن زي ما ظهر لي حضراتكم، إفطار جماعي هنا في مدرسة الأملية الصم والبكم هنا بقرية منية جناج. مشاهدينا ومتابعينا معكم جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهارده هنا من محافظة كفر الشيخ، كنا مع حضراتكم بنرصد الإفطار أو يعتبر أول إفطار هنا للصم والبكم في الطلاب من الصم والبكم هنا في محافظة كفر الشيخ. زي ما رصدنا لحضراتكم التجهيزات الآن بترجع على قدم وساق. مشاهدينا ومتابعينا معكم جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهارده هنا من محافظة كفر الشيخ. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.